احتفل الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية بطريقتهم الخاصة، بتكريمهم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا. جائزة الدولة للمبدع الصغير تم استحداثها للمرة الأولى العام الماضي، تأكيداً لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديراً منها لموهبتهم وإبداعاتهم. يرقصون بأناملهم على السلم الموسيقي ويبدعون بأصواتهم على المسرح الصغير، هم الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية، يحتفلون بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. كنا نعيش في ظروف استثنائية بسبب ظروف كورونا، ورغم كده الجائزة لم تتوقف، جرت عمليات التقدم، جرت عمليات التحكيم والفحص، جرت احتفالية لتكريم الأطفال في العام الماضي. فالرسائل الحقيقة واضحة جدا وتمثل انعكاس فعلي، ليس فقط بالقول عن أنه ما نص عليه الدستور المصري من أن الثقافة والفنون حق لكل المواطنين، فعندما تأتي الدولة تستحدث جائزة بهذا المستوى، لأنها ليست مسابقة، هي جائزة بتحمل اسم الدولة تخصص لهذه الفئات العمرية الصغيرة، فهي بتؤكد أن هناك اهتمام بهذه الأجيال الناشئة. 32 فائزا وفائزة لا تتخطى أعمارهم 18 عاما حصلوا على جوائز للإبداع والابتكار، وتتعدد الجوائز من مادية وعينية وشهادات تقدير بهدف تحفيز القدرات الإبداعية الفنية والثقافية للمشاركين، بالإضافة لمشاركة ذوي الهمم الذين تركوا بصمة خاصة بهم. أنا شاركت في الجائزة الدولة للمبدع الصغير بالغناء، أنا يعني كانت أول مرة أشارك فيها بالجائزة دي. كان إحساس لطيف جداً، عدينا أول مرحلة، بعدها عزفنا في قدام لجنة مكونة من 10 أشخاص، بعدين المرحلة دي بس. أنا أول مرة أسجل في المسابقة ديات، ما كنتش أسمع عنها الدورة الأولى، وقدمت فيها الدورة الثانية، وكنت داخل قسم الابتكارات العلمية بابتكار لروبوت اختبار الموقع، والحمد لله خدت عليه، سجلت براءة اختراع ولسه ماشي في الموضوع دلوقتي ان شاء الله خير. وكان احساس يعني جميل جدا لما تلقى بلدك بتشجعك على البدايه، ومحفز جدا في السن الصغير ده ان في حد وراك بيشجعك ويقول لك يلا نبدا اهو. انا شاركت في فرع القصص القصيره، انا كنت في الاول مهتمه جدا بكتابه القصص، كسبت في جائزه الاذاعه الثقافيه البرنامج الثقافي حكايات مساء، طلعت المركز الثالث في كتابه القصص، فشد انتباهي كتابه القصص في المدرسه عندي، قالوا لي على مسابقه المبدع الصغير، اشتركت وبعت اعمالي على الانترنت. انا دخلت في فرع الشعر، وطبعا بشكر الرئيس السيسي والدوله على المسابقات التشجيعيه بتاعه الاطفال، وبشكر القائمين على جائزه الدوله للمبدع الصغير. اخذت جائزه الدوله للمبدع الصغير في فرع الابتكارات العلميه. البروجكت عباره عن ايه وعملته ازاي؟ البروجكت عباره عن ايه؟ عباره عن مشروع مخصص للناس اللي عندهم شلل نصفي. سمارت لايف، يعني عندك بيت ذكي وكرسي ذكي بتتحكم بيهم بالصوت وبالتليفون. فزت بجائزه الدوله للمبدع الصغير في فرع القصه. اول حاجه انا شاركت الكتروني بثلاث قصص، عنوانهم اول قصه عنوانها الملاك نور، وهي قصه انسانيه نفسيه، وتاني قصه جده في مدينه الاساس، وهي صراع بين الماضي والمستقبل، بين الحركه والسكون، وثالث قصة اسمها صداقات زائفة. ويأتي الاحتفال ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال آليات موحدة تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.